Merci pour vous aussi. L'amitié, incontestablement. Mon ami, je suis juriste de formation, mais j'ai passé presque. المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الداويضة، وكعادتها كتنظم كل سنة الأيام ديال الإدماج أو المفتوحة للطالب، اللي الهدف منها هو إدماج الطالب في المحيط ديالو الجامعي، وكذلك إعطائه عبر عدة أنشطة واحد المجموعة ديال المعلومات، مجموعة من اللقاءات مع فاعلين اقتصاديين وسياسيين واجتماعيين، باش نقولوا لهذا الطالب أنه انتقل من مرحلة ديال التعليم الأساسي إلى مرحلة التعليم العالي، اللي كتطلب منه أنه يطور قدرات جديدة ديال الانفتاح، ديال المهارات اللينة، ديال جميع ديال اللغات اللي غتمكنوا أنه يولج للشغل إن شاء الله في أحسن الظروف بعد استكمال 5 سنوات ديال الدراسة بالمؤسسة. هذه الندوة كيف كتعرفوا هذه كتمثل الافتتاح ديال السنة الجامعية بالنسبة للمدرسة العليا للتسيير المقاولات الـ UNCG الدار البيضاء، واللي فيها تنظمت من طرف الطلبة وفيها عدة مشاركين من رجال الأعمال، من أساتذة جامعيين، من الناس ديال العالم السياسي، على مثلا السي بريجا اللي هو البرلماني ديال هذه الجهه كلها. والهدف هو نعطيو للطلبه واحد النبذه على كل ما ينتظرهم فيما يخص المجهودات اللي خصهم يقوموا بها باش ان شاء الله يتخرجوا، وكذلك نعطيهم نبذه على الفرص اللي كيعطيهم حاليا فيما يخص خلق المقاولات، تسهيل ديال التمويل ديال المقاولات ديالهم، لان ما خصناش الطلبه يمشيو غير في اطار الوظيفه، خصهم نشجعهم باش يخلقوا مقاولات ديالهم صغرى ولما لا ان شاء الله تكون متوسطه وكبرى. وهذا هو الهدف من هذا اللقاء اللي تراسته السيده الوزيره مدام حيار، اللي كانت رئيسه الجامعه، كتعرف مزيان هذه المؤسسه، وتراسته كذلك السيدة سفيرة السنغال بالمملكة المغربية.